مرحبا، حلقة جديدة من مستر تك، واليوم حنحكي عن صديق وفي لازم يكون معك بالجيم، بالسبور، سويمينج بول، عم بتنط حبل، وين ما كنت عم تعمل رياضة، هذا الصديق لازم يكون معك. حلقتنا اليوم شيء جديد، أول مرة عم نحكي عنه. بنشوف هالفيديو الصغير وبنكمل مع بعض وبنشوف العلبة دي فيها ايه. أول شيء صغير العلبة، يعني مثل ما متعودين هيدي بان مش ساعة، فحتكون صغير القصص الموجودة فيها. أول شيء بعتقد هيدا الشاحن، نحطه على جنب. بعدين هيدي البان وهيدي كتالوج، ما بعرف ليش بعد بيحطوا كتالوج شاومي، ما بقى تحطوا كتالوج، ما حدا بيفتحه، بيحضروا مستر تك العالم. شو بعد في قصص؟ بس خلص هذه هي. المهم ضل في عنا هون الشاحن تبعه، هو ولا تايب سي ولا الشاحن اللي معودين عليه جديد القديم، هو شاحن هنكتشفه مع بعض. خلي وبنيجي دك 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 دك. نشوف الباند 5 من شاومي. أول شيء اللي كان عنده الباند 4 يمكن ما يلاقي فيه فرق كتير بيناتهم. قياسها 1.1 إنش، هي من نوع الأمولد، ملونة وبيصل السطوع على 450 نقطة. هذا شيء من يعني رؤية بتكون أفضل خاصة تحت إشعة الشمس، وبتيجي بأكثر من 100 خلفية اللي هي الفيسز تبعها، متوفرة بشكل افتراضي بالسوار بحد نفسها، ألوانها متماشي مع لون السوار، ومستوحاة من شخصيات أشهر مسلسلات أو رسوم متحركة الموجودة وغيرها كتير. بيتوفر السوار بكذا لون، عندهم ألوان كتير، بعتقد 8 يمكن أو 7 ما بتذكر. في عندهم اليلو، عندهم البلو، الجرين، في الأورنج، في البلاك اللي أنا عم بستعملها هلأ واللي هي مفضلة عندي لأنه تلبق لكذا كذا شيء كذا حسب التياب اللي انتم لابسينهم. السوار بيعتبر من اكثر الاسوره الموجوده للياقه البدنيه شعبيه بين المستخدمين. هذا الشيء كان بالفور، وهلا لانه بالفايف اكيد حيكون عم بيكمل اللي بلش فيه الشاومي بالباند 4. نحكي هون شوي عن الاداء. بيصدر السوار شاومي الذكي الجديد بمعالج افضل من اللي كان بشاومي 4 لتتبع أسرع وأكثر دقة، مع 11 وضعية تتبع للياقة البدنية. فيها وضعية التجديف، فيها نط الحبل، فيها اليوغا، فيها الأوتدور رانينج، في الإندور رانينج، في السايكلينج، في السباحة لأنه هو ضد المي، وفي الإندور سايكلينج، في المشي التريدميل، وكتير قصص تانية يعني الفريستايل والووكينج. وهي الوضعيات كلها فينا نشوفها ونزبطها بالسيتاب تبعنا الموجود بالساعة بحد نفسها. بيدعم مقاومة الماء على عمق 50 متر، مثل ما قلت فيك تستعمله فيك تستعمله تحت المي بس إذا عم تتسبح. وفي ميزة حلوة إذا أنت عم تروح سباحة وترجع سباحة، بيعدلك قديش عدد الدورات اللي انت عملتهم بسباحة. عم تغرق ولا ماشي حالك؟ ماشي حالك.
سوار بيقدم معلومات حول حركة العين، بس لحظة شوي خليكم. كيف يعني بسموها هن الـ REMS؟ يعني إذا أنت نومك عميق أو نومك خفيف بيتابع كفاءة نومك على مدار 24 ساعة إذا عندك أنت بتفوت بسبات عميق أو لا. وبدي أضيف كمان أنه بيتابع معدل ضربات القلب، يعني بيشوف قديه على مدار اليوم، وبيعطيك تنبيهات بالاهتزازات، هيك بيعملك vibration، يمكن إذا ارتفع معدل النبض تبعك أنه انتبه. سوار كمان بيحتوي على مؤشر الحيوية اللي بيقيم الشخص بناء على بياناته عن طريق العمر أو جنسه إذا ذكر أو أنثى، معدل ضربات القلب، لهدف توفير التوجيه اللازم لممارسة أنشطة لتحسين الصحة. يعني بيقول لك قوم هلأ أعمل هيك، لا روح امشي هلأ، ما تضلك قاعد، حسب أنت عمرك وحسب قديش الوزن تبعك. كمان بيدعم تمارين تنفس ليخلصك من التوتر. ايه كمان بيأمن قياس معدل الإجهاد اللي موجود، إضافة إلى ميزة التحكم بأجهزة المنزل الذكية كاللمبة الذكية، روبوتات التنظيف وغيرها كثير. وهذا الشيء شفناه بالمؤتمر الصحفي اللي عملوه، أنه كيف فيك تتحكم من طريق الباند الموجودة عن كذا شيء موجود حواليك بالبيت. شاومي مش بس ساعات، مش بس بانز وتليفونات، شاومي بتعمل كل شيء له علاقة بالبيت الذكي. السوار الذكي بيحتوي على مقياس داخلي مدمج لقياس الضغط الجوي، واللي بيخلينا نستخدمه كمتحكم كمان عن بعد عن طريق التقاط الصور عن مسافة بعيدة. يعني سيلفي صار أسهل، نحط الكاميرا بعيد ونوصل بالسوار وعن طريقه فينا نصور. كمان في مميزات تشغيل الموسيقى والبحث عن الهاتف إذا تليفونك ضايع، والعكس حتى عن طريق الهاتف فيك نبش على السوار، فينا نمنع الإزعاج وفتح الهاتف عن طريقه، وإشعار المكالمات الواردة، تذكير بالتقويم، أحداث والتنبيهات الرسائل، وأكيد كمان في النشرة الجوية. وبنيجي للبطارية، البطارية بتدوم حتى نسمع الرقم 14 يوم. تخيلوا أنتوا ما بتشحنوا لمدة 14 يوم، هذا عم نحكي مع شحنة واحدة بس، حسب الاستخدام أكيد. يعني ممكن توصلوا للعشرين يوم إذا أنتوا كنتوا حاطينه بوضع التوفير. التغيير الثاني اللي صار مع سوار شاومي الذكي أنه بات موضع الشحن أسفل السوار نفسه، وصار أسهل من الباند 5، يعني صار بيلتصق مغناطيسيا وصرنا نشحنه بطريقة أهين بكتير، ما في داعي نفك ونركب مثل ما كنا عم نعمل بالسوار اللي كان موجود. نقطة أخيرة قبل ما نودع مستر تك بالحلقة اليوم، إذا عندك الباند 4 مش هتلاقي كتير فيه بالباند 4 والباند 5، يعني تلاقي إنه أوف أنت عملت الجامب كتير كبير. إذا عندك يا للفور اهديها وروح جيب الفايف. خلصت مستر تك، شكرا، حلقة جديدة الجمعة الجاية، بس باي.